حجتي الإلهي في الورى وسيد قرت بيمنه الثرى ومن به قال الهدى مستبشرا قد آن الانتصار يا الميعاد. اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول مولاتنا وسيدتنا حكيمة بنت الإمام الجواد عمة الإمام العسكري هذا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاني سيدي ومولاي أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام وقال لي يا حكيمة يا عمة اجعلي إفطارك عندنا الليلة فإنها الليلة المباركة التي سيظهر فيها أمر الله ومحيي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ممن الخلق يا سيدي؟ قال من نرجس. قلت لا أرى عليها أثر الحمل شيئا. قال منها لا من غيرها ومثلها كمثل أم موسى لا يظهر عليها الحمل. فلما صليت المغرب والعشاء أتيت بالمائدة وأفطرت أنا ونرجس وبت أنا وهي في حجرة واحدة إلى أن انتصف الليل وثبت نرجس وأسبغت الوضوء وصلت صلاة الليل حتى بلغت الوتر وأنا أرقبها فلم أرى عليها شيء فداخلني الشك من وعد أبي محمد وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول حكيمة فناداني الإمام يا عم لا تشكي في وعد الله فعن قريب يظهر لك الأمر جليا فاستحييت مما وقع في قلبي ثم عادت نرجس إلى حجرتها وعدت معها وأنا أرقبها إلى أن طلع الفجر الأول كذنب السرحان وثبت نرجس فزعة مرعوبة فضممتها إلى صدري وسميت اسم الله عليها فناداني الإمام يا عم اقرئي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر وألف لام ميم السجدة فأقبلت أقرأ عليها والجنين يقرأ كما أقرأ فتعجبت من ذلك فناداني الإمام لا تعجبي يا عم من أمر الله إن الله جل وعلا ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حججا كبارا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما أتم الإمام كلامه حتى غيبت عني نرجس وضرب ما بيني وبينها بحجاب من نور فعدوت مسرعا نحو أبي محمد عليه السلام وأخبرته بذلك فناداني لا عليك يا عمة ارجعي إليها ستجدينها في مكانها. رجعت إليها لبثت عندها قليلا
وإذا بالحجاب الذي ما بيني وبينها قد كشف، وعليها من النور ما غشي بصري، فأخذتني فترة وانتبهت، وإذا بالحج ساجد على الأرض. والسلام عليك يا رسول الله. يا ربنا.